بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافية. يعني في هذه الظروف الصعبة بدي أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني، لأهلي في غزة العزة الكرامة، كل التحية لدماء شهدائنا الأبطال والشفاء العاجل لجرحانا. بصراحة يعني أنا حبيت يمكن شغلة كثير رائعة وحسيتها مؤثرة من موضوع العدوان على غزة. طبعا قام فيها الصحفي الفلسطيني من غزة الأخ أيمن العلول، وهو صديق لي وأنا بعرفه معرفة شخصية. حبيت صدقوني من خلال هاي التجربة يعني اللي عجبتني اللي قام فيها الصحفي أيمن، إنه فعلا هذه بتحاكي النمط والواقع اللي بعيشه أهلنا في غزة، لانقطاع للماء، ما فيش ماء. وحسيت إنه أنا لازم إنه فعلا إنه أشارك أخي أيمن العلول من غزة وأشارك أهلي في غزة هذه المعاناة من خلال دلو ركام لأعيش هاي اللحظة اللي أنا عشتها يعني في السنوات السابقة، بإني حضرت حرب 2008 وحرب 2012. الحرب هاي كانت صعبة كثير، دمار هائل، معاناة كبيرة عاشوها أهلنا في غزة وما زالوا بيعيشوها حتى هاي اللحظة. ما بدي أطول ياسر، يلا دوس. الله يرحمنا ويرحمنا. يعني هذا هو الواقع للأسف اللي بيحصل في غزة بشكل يومي. أهلنا وأحبتنا فقدنا أصدقاء وأهل الغاليين علينا رحمة الله عليهم جميعا. الموضوع يمكن الأهم اللي بدي أحكي فيه أنه من خلال هذا الشيء، هذا اللي بتعرض له أهلنا في غزة، يجب علينا جميعا كل العرب وكل العالم أنه نقف بجانب أهلنا إلى في غزة وندعمهم بكل ما نستطيع لإعادة إعمار غزة. على الأقل هذا اللي إحنا نقدر أنه إحنا نعمله. أنا سأتبرع عن طريق الأنروا، أعمل اللي أنا مستطيع أنه أنا أعمله الرحمة لشهدائنا الأبرار. بشكر كل من دعم أهلنا في غزة في ظل العدوان. أتمنى أنه إحنا ندعم أهلنا بغزة بكل ما أوتينا من مقومات إحنا نستطيع نعملها. يمكن محمد على شخصيا إشي متعب صراحة، رحمة الله على الشهداء. بتمنى أنه كلنا ندعم أهلنا في غزة بكل الصور وكل الطرق. وهذه رسالة مني أنا محمد عساف ابن غزة لكل العالم اللي يشاهدوا هذا الواقع اللي يعيشه أهلنا في غزة. وأتمنى أنه أكون يعني أنا ما قبل التحدي، ولكن ولا بدي أتحدى حدا أنه يعمل هذا الشيء، ولكن أنا بتحدث عن نفسي. كل التحية لأهلنا الصامدين في غزة، تحية للمقاومة الفلسطينية، وإن شاء الله النصر حليف شعبنا الفلسطيني وغزة.